يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، الخامسة مساء كالمعتاد موعدكم مع برنامج كلنا مسؤول. نبدأ بخبر وزارة الصحة اللي أعلنت اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 3288 حالة مؤكدة جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، ليصل بذلك مجموع الحالات إلى 108571 حالة، فيما سجلت 1815 حالة تعافي جديدة و37 حالة وفاة، وبذلك يصل مجموع حالات التعافي إلى 76339 حالة، ومجموع الوفيات رحمهم الله إلى 783 حالة وفاة، وبلغ مجموع حالات النشطة 31449، منها 1686 حالة حرجة. الله يعافي من أصيب، والله يكثر إن شاء الله المتشافين، والوعي إن شاء الله عندنا يرتفع بإذن الله، حتى نستطيع إن شاء الله مع الجهود الكبيرة تبذلها الصحة إلى أننا يعني ينحسر انتشار هذا الوباء بحول الله. طيب اليوم حلقتنا بتكون خفيفة نوعا ما إن شاء الله، يعني حتكون عن الفن في العزلة، ونتحدث عن يعني أنه في من إيجابيات هذه الأزمة والتزام الناس في بيوتهم وبقائهم في منازلهم، برز لنا مجموعة الحقيقة من يعني الفنانين والفنانات، وصلنا نشوف حتى مبادرات كلها تتعلق بدعم الفن، طلع لنا مواهب جدا مميزة. وبالتالي اليوم راح نخصص مساحة لهذا الحديث. خليني أرحب بضيوفي، الدكتور حيكون معنا الدكتور عبد العزيز الدقيل الفنان التشكيلي، كذلك بيكون معنا يحيى مساوى وعازف ومدرب موسيقي، بيكون معنا إن شاء الله وله دورات الحقيقة يعني قاعد يقدمها أونلاين، وبيكون معنا كذلك الأخت نور الدوسري وهي مصممة كروشيه، و كذلك بيكون معنا الدكتورة منى سنبل وهي متخصصة في مجال الخزف الإسلامي والمعاصر، ومراسلينا المنتشرين كالعادة في كل مكان حيكون معنا إن شاء الله زميلنا عبد الله تيمور من جدة، ومعه ضيفه يعني الفنان التشكيلي المميز نهار مرزوق، وبيكون معنا كذلك من الجوف يزيد السالم وضيفه فريد المحيميس وهو خطاط معروف ومتميز، وناصر المحيميس وهو نحات، وكذلك من أبها اللي الآن يعني فيها أجواء ماطرة، الله يعم الخير والبركة على بلادنا، محمد الأحمري، بيكون ضيفة عبد الوهاب عطيف الفنان التشكيلي. محمد أبلحق على الأجواء الماطرة عندك، يعني اليوم الجو الجميل والفن يعني اجتمعوا مع بعض، تفضل. أمسي عليك بالخير خالد وعلى متابعين برنامج كلنا مسؤول. طبعا كما تشاهد الآن خالد، أنا أقف في هذه الإطلالة، أمطار الخير والبركة الآن تهطل على مدينة أبها، ما شاء الله تبارك الله، في خارج هذا المكان اللي أقف فيه الآن جمال، وأيضا في داخل هذا المكان أيضا جمال يحكى. ويسعدنا عبر هذه اللحظات أن نرحب بالفنان التشكيلي عبد الوهاب عطيف، الله يحييك معنا أستاذ عبد الوهاب، وسعيدين بتواجدك معنا عبر برنامج كلنا مسؤول. أهلا وسهلا، أنا جدا سعيد في هذا المساء الجميل ومع هذا المطر وهذا الجمال، اكتمل الجمال بحضوركم وباللقاء بالجماهير، سعيد جدا حقيقة بهذا المساء. أستاذ عبد الوهاب، ما شاء الله تبارك الله، في هذا المرسم هذه الإطلالة يعني اجتمع الفن والجمال كله في مكان واحد، كيف تستغل وقتك في مثل هذه الظروف؟ الآن كما قلت أنت كل شيء اجتمع هنا، ولذلك أنا ما عانيت في فترة الحظر، يعني بالعكس أنا وجدت فترة الحظر كانت فترة جميلة أنجزت فيها أعمال كنت أحتاج إلى إلى فترات طويلة حتى أنجزها، تفرغت تماما، حتى لدرجة أني ساعات السماح بالخروج نسيتها تماما، واستمتعت بفترة العزلة واشتغلت أعمال إن شاء الله ستظهر في معرض شخصي قريب إن شاء الله رب العالمين. جميل. اليوم إحنا نتكلم عن عدد الأعمال اللي أنت قدمتها في هذه الظروف وفي هذه الأزمة بالتحديد، كم عدد الأعمال؟ ويا ليت أنك يعني تعرفنا عن بعض.
الحقيقة ليس العبرة بعدد الأعمال، لكن العبرة بالفترة اللي استغرقت فيها الأعمال. لكن بالحمد لله يعني انتجت أعمال دفعتني دفعة كبيرة إلى المعرض الشخصي القادم إن شاء الله في الأشهر القادمة. كما قلت لك، فترة التفرغ والعزلة مع الألوان والحوار مع الألوان والعودة ومراجعة التاريخ الفني أو الفترة الزمنية الماضية كانت هي التي ساعدتني في فترة الحظر. الحمد لله رب العالمين، لا عانيت للمعاناة، تفرغت فيها تماما، وكانت فرصة لي يعني بعدم التفرغ للفن والقرب من الألوان بشكل أكبر. جميل. احنا نتكلم اليوم عن مشاركاتك، هل كان لك مشاركات على مستوى المنطقة أو على مستوى الوطن؟ الحمد لله، يعني كانت الفترة الماضية أو السنتين الأخيرة هي السنتين الأهم في مسيرة الفنية. أعتقد قبل بداية الأزمة أو الجائحة كان لي معرض في دبي، كان لي معرض في الرياض في نايلة، كان لي معرض في جدة. كان يفترض أنه في مثل هذا الوقت أن يكون لي معرض في ليفربول في المملكة المتحدة، ولكن إن شاء الله إن هذه فرصة لمراجعة الوضع وتقديم أعمال تليق بمستوى الفن السعودي عندما نقدمه خارج هذا الوطن. ممتاز. طيب اليوم على الأعمال الجميلة هذه اللي احنا نشاهدها في هذا المرسم الخاص فيك، وش أبرز يعني نقدر نقول اهتماماتك في الفن التشكيلي؟ كما قلت سابقا، انا مشروعي الفني هو ذاكره الفن، اللي عباره عن تقديم الموروث بشكل معاصر وبصور مختلفه. الحمد لله يعني كان كل مرحله او كل معرض يضيف لهذا المشروع مرحله وانتقاله جديده. كما ترى ان التراث موجود، الوان التراث موجوده، حتى ولو كانت باشكال باشياء او برؤيه معاصره، لكن روح الفن، روح الالوان التراثيه، روح الزي الشعبي هي موجوده. ولذلك أنا متمسك بهذا المشروع، حتى لو اختلف الأسلوب لكني أنا أدور في فلك ذاكرة الفن. احنا نتمنى لك التوفيق في مشروعك، وسعدنا حقيقة بتواجدك معنا عبر برنامج كلنا مسؤول. الحقيقة أنا جدا اللي سعيد بهذا المساء الجميل، يعني سواء خارج المرسم أو داخل المرسم، بحضوركم وبالجماهير بقناة سعودية. هذا المساء مساء فاخر، فاخر مطرف بالجمال. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ عبد الوهاب. طبعا خالد، ما شاء الله تبارك الله على أصوات الرعد والبرق الآن في مدينة أبها وهطول الأمطار، نستمتع حقيقة بالأجواء في الخارج وأيضا جمال هذه اللوحات وجمال الفن التشكيلي. هذا ما كان لدينا في أبها. الصوت والصورة إليك خالد. شكرا لك زميلنا محمد الأحمر، كنت معنا من أبها. يعني بالتأكيد إن شاء الله يعني هالأجواء الجميلة اشتقنا لأبها، والله يعدي إن شاء الله هالعزمة على خير وتعود الحياة الطبيعية إن شاء الله بوعينا وإدراكنا ونعود بحذر. خلوني أجدد ترحيب بضيوفي الفنانين اللي معاي، طبعا الدكتور عبد العزيز الدقير الفنان التشكيلي، وكذلك الفنان يحيى مساوى عازف ومدرب والمدرب الموسيقي، وكذلك الأخت نورة الدوس بتكون معنا بعد قليل، وكذلك الدكتورة منى سنبل المتخصصة في مجال الخزف الإسلامي والمعاصر. أبدأ معاك دكتور عبد العزيز. يعني الشيء اللافت عادة الفنانين يحبون العزلة، ولكن هذه المرة جاءت العزلة إجبارية وليست اختيارية، يعني برغبة الفنان. ما الذي يختلف؟ حياك الله أستاذ خالد، أرحب فيك وبالسادة المشاهدين جميعا. طالما كان الفنان حريص جدا عن أنه يختار له أوقات خاصة فيه، ويعني يختار عزلة الاختيارية مثل ما ذكرت، ودائبا ما كنا نسعى يعني في خضم الحياة وزحمتها وأعمالنا وأشغالنا، اللي دائبا كانت تطرع علينا أنه نأخذ قليل من الوقت الواحد يعني يختار له جزء، يختار ساعة ساعتين حتى يرتاح ويمارس العمل الفني. الآن بحكم الجائحة اللي مرت على العالم، واللي اضطرت الجميع أن يكون داخل المنازل وفي حظر، أصبحت العزلة إجبارية. وأصبح وكان السؤال اللي تبادر لذهني، يعني أنا كفنان تشكيلي كنت أقول يعني ما لدي، يعني اللي ما عنده هواية يمارسها أو مثلا فن، يعني إيش قاعد يسوي؟ كنت أقول نفسي، أقول الحمد لله رب العالمين إني
امتلك هذه الهوايه او كثير من زملائي يمتلكون هذه الهوايه. احنا قاعد نشوف بعد شيء من لوحاتك يعني المميزه. طبعا في نقطه يعني انا شدتني بس بسالك عنها لان هذا الموضوع جدا. انت استاذ العلاج بالفن التشكيلي المساعد بالتحديد لعلاج مرضى التوحد صحيح؟ بالضبط نعم. عطني كيف يمكن الفن التشكيلي يسهم في 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 علاج مصابي التوحد؟ والله الموضوع هذا سؤال كبير ما شاء الله مهم. يعني انا يعني معاناه عارفه معاناه يعني اسر اللي عندهم ابناء توحد، فلعله يكون ان شاء الله من يعني من ضمن الاشياء اللي يستفيدون منها. نعم، هو احنا من خلال العلاج بالفن مارست وانا طبقت شخصيا اكثر من مره اكثر من برنامج مع اطفال التوحد، والحمد لله اثبتت نتائجها مع هذه الفئه. وانا اعرف وهذا الموضوع ما جاء من معاناه مرت بهذه الاسر ومعاناه، يعني انا درست اطفال التوحد اكثر من 20 سنه تقريبا ومارست معهم في مراكز خاصه. كنت الاحظ المعاناه اللي تمر فيها الاسره اللي يكون فيها طفل توحد، وغالبا ما السؤال يطرح يقول لا يعرف معاناة الأسرة التوحد إلا من أسرة كان فيها طفل توحد. نعم. ممارسة العلاج بالفن مع أطفال التوحد بغير يعني بغض النظر عن الجائحة اللي نمر فيها الآن كان لها دور جدا رائعة على الطفل نفسه أو على المصاب بالتوحد وكذلك على أسرته بعد ما يشوفوا النتائج. غالبا الأسرة تقول إن الطفل التوحد ما راح يكون منه فائدة، ما راح يكون منه مستقبل، الهاجس اللي يمر بالأسرة الأم الأب انه هذا شيء غير الاولاد البقيه، لكن لما يشوفوا النتائج اللي او الاثار اللي تخرج بعد ممارسه العلاج بالفن التشكيلي معه تجد انه كثير من الضغوط اللي كانت يحسون فيها تخف. الطفل يحس انه له قيمه لما يشوف اعماله اللي تعرض في معارض داخله اللي كان احيانا الطفل التوحدي مثل ما تعرف غير ناطق، فهو يصدر اصوات يعني ما يستطيع ان يعبر عن مشاعره، فهو من خلال اللوحات ومن خلال البرامج العلاجيه اللي احنا نقدمها له يعبر عن نفسه بشكل كبير جدا. جميل، احنا مكملين معاكم يعني ما بين الفن التشكيلي وكذلك الموسيقى والزخرفه والنحت وانواع الفنون كلها مع مراسلينا كذلك الله يعطيهم العافيه وضيوفنا بعد الفاصل. سوينا أشياء كثير خلال فترة الحجر المنزلي، بنفسنا سوينا كبوع التخرج وكيكة التخرج وسوينا هلال العيد ومقاطع عن كورونا والحجر الصحي. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، شكرا لقيادتنا التي عملت وبحثت ووفرت كل ما يهم مصلحة الوطن والمواطن وحتى المقيم في كل المجالات. شكرا لأبطالنا رجال الأمن، شكرا لأبطال الصحة، شكرا للإعلام الرسمي ومواكبتهم المهنية والاحترافية، وشكراً أيضاً للجنود المجهولين المتطوعين من أبناء وفتيات الوطن، والشكر موصول لكل مواطن ومقيم التزم وطبق الاحترازات الصحية. نعم كلنا مسؤول. كلنا مسؤول، معكم من جديد. جدد الترحيب بضيوفي الدكتور عبد العزيز الدقيل وكذلك الفنان التشكيلي وكذلك يحيى مساوى العازف والمدرب الموسيقي وكذلك الفنانه منى سنبل المختصه في مجال القذف الاسلامي المعاصر. طيب خلي نروح لي الفنانه منى. منى يعني للعزله يمكن عالمها الخاص يعني اكيد للفنان، لكن مع الزخرفه الاسلاميه اعطيني وش كان الالهام بالنسبه لك، وش اضافت لك او علمتك هالجائحه اللي نمر فيها وهذه الازمه وبقاء الناس في بيوتهم اجبارا؟ اهلا وسهلا بكم، مرحبا بالجميع. طبعا الفنان هو اكثر واحد كان متعطش للعزله، يعني سبحان الله هذه العزلة يعني عملت تغييرات كثيرة وعملت تغيير في الحسابات. سبحان الله الفنانين بالذات لجأوا لمراسمهم للاستوديو الخاص بهم وجلسوا أكثر فيه. فسبحان الله أنا متخصص أصلاً في الخزف الإسلامي. إيه؟ طبعاً الخزف الإسلامي والمعاصر لي طبعاً في الحضارات جميعها كانوا موجودين يعني بتطور. الخزف الإسلامي يتطور بالزخارف الإسلامية زي ما قلت، لأنه نفس العمارة الإسلامية والأشياء الموجودة في نفس البلد في الدول الإسلامية كانت موجودة وبقوة وأثرت في الخزف نفسه الإسلامي.
فأنا لما في دراستي في الدكتوراه، دحين مرحلة الدكتوراه، بحاول أخذ الخزف الإسلامي في الحضارات السابقة، ويعني بالذات ببحث دحين في الدولة العباسية، الدولة الأموية، في نفس الحضارات كلها بحاول أطلع إيش موجود من التصاميم القديمة في الخزف، وكيف ممكن نطبقها بطرق جديدة بتصاميم جديدة. زي تعرف نحن دحين في طفرة الذكاء الاصطناعي، وكيف ممكن ندخل تصاميم جديدة في موضوع الخزف بالذات، لأن الخزف أنت كما تعلم يعني عندنا لسه يعني يبغى مشوار، إنه الواحد إنه شوية يعني ما نقول نطور، بالعكس إنه يعني كيف نثبت هويتنا من خلال هالخزف. وهذا يعني الحمد لله جميل. وهذا اللي بسألك إياه، يعني ارتباط الفن بالموروث، بالثقافة، بالتراث. يعني الخزف الإسلامي أكيد الحضارة الإسلامية والفن الإسلامي في العمارة يمكن ينعكس بشكل كبير. حتى كذلك يمكن عندنا موروث كبير حتى في بلدنا، يعني في 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 يعني تنوع المناطق عندنا وتنوع كذلك التضاريس عندنا. هذه كيف يمكن استثمرها في فن يعني الخزف، واننا نبين فعلا يعني الحضاره يعني الموجوده عندنا وكذلك والتاريخ. بدات كثير بدأوا المختصين في الخزف انه بياخذوا هذه النقوشات، خصوصا مثلا عندنا القط العسيري مثلا في الجنوب، بياخذوا الالوان بتاعت القط نفس التشكيل وبيصمموا عليها على تصاميم الخزف. طبعا ادت هويه خاصه لنا في القطع الخزفيه ما حتلاقيها في اي منطقه ثانيه. يعني هي هذه الاشياء الموروثات الموجوده عندنا، تصاميمنا، زخارفنا، الواننا. طبعا الواننا هذه طبعا في كل بيئه لها الوان خاصه، ان كانت ترابيه او الوان شعبيه، لها كل منطقه. يعني احنا 5 مناطق ما شاء الله، فكل منطقه لها هويه خاصه وليها يعني موروث في الزخارف الخاصه بها، وهذه كلها تنطبق على الخزف. جميل. ولا يعني تنطبق على الخزف، وبدانا يعني بدانا يعني في ابحاث، يعني نحن الحين ندرس دكتوراه، فبنحاول ندعم الابحاث والمنتج الخزفي يكون مخصوص بالهويه حقتنا السعوديه. جميل. وانا بفصل معاك وبنشوف حتى بعض اعمالك يعني المميزه. لكن خلينا نروح ليحيى مساوى. يحيى حياك الله معانا. مرحبا استاذنا، الله يعطيك العافيه، امسي عليك وامسي على ضيوفك الكرام، واقدم لك شكري، واسال الله سبحانه وتعالى ان يذهب هذه الجائحه عن هذه الامه باذن الله تعالى. اللهم امين. يحيى ما شاء الله، يعني انا اتحدث عن رصيد يعني يمكن قرابة 30 سنة وأنت يعني في الموسيقى، وال 35 نقصت 5 سنوات الله يحفظ. احنا دائما نصغر اعمارنا، عرفت؟ فاقول لك التجربة يعني في الأزمة انت كنت تشتغل ظاهر على انك تدرب عن طريق الاونلاين، صحيح؟ نعم صحيح. كيف التجربة يعني شفتها؟ حقيقة لا أخفيك، بالنسبة لنا احنا كموسيقيين ومعلمين موسيقى، راقت لنا هذه الجائحة لسبب واحد. احنا كنا نعاني من التحضير الفني لدى كثير من الطلبة، ولكن الجائحة هذه جعلتهم يسبق الوقت ويسبق الزمن ويحضروا ما فات بشكل سريع جدا. طبعا لم نكن نتمنى، ولكن يعرف عن الموسيقى بأنها أغلبها تمرين وتقنيات وتكنيك على التخصصات، فيحتاج إلى كثير من الوقت. ولا أخفيك ما كان يعني احنا نلتمس لهم العذر، لأن أغلب الموجودين من الأطباء ومن المهندسين ومن كبار الشخصيات يمارسوا موسيقى، ولكن معروفة أوقاتهم وأشغالهم، وأحيانا لا يجد وقت طويل. حتى الأطفال يأتي أحيانا للكلاس وهو مرهق يوم الأربعاء ويوم، فكنا نأخذ في الاعتبار هذه الأمور. لكن مع الجائحة هذه بسم الله ما شاء الله، لما عملنا لهم مراجع وعملناهم مناهج عن بعد، يعني تفجرت لديهم موهبة أقوى بكثير مما كنا نتخيل حقيقة. يعني شفت إقبال كبير ها؟ جدا وممتع، والعالم بتستلذ. وكما قال الفنان الضيفك الكريم، من ليس لديه موهبة
يعني ممكن أتوقع أنها عانى كثير، طيب لابد تكون لديك موهبة حتى تقضي على هذا الوقت الطويل. طيب يعني نعم خليني اقول لك الحين كمثال، البيانو انا بالنسبه لي عشق، يعني انا ودي اتعلم البيانو مثلا، هل اقدر الحين واتكلم يمكن حتى كل من يريد يتعلم على اي اداه موسيقيه بالاونلاين اني اتعلمها، ولا لازم اكون يعني فيس تو فيس واكون يعني موجود في يعني في صف ويتم التعليم عن نوتات وغيرها؟ ايوه حبيبي، اعطيك بين قوسين وهذه الان انا اقولها امام الشاشه وامام الملأ، هي تعود إلى إيصال المعلومة من المعلم الذي يرسل المادة فقط. لاحظ أنا الآن أدرس أونلاين، طبعا أنت الآن تدرس أونلاين بتدرس ناس يعني لديها ظروف خاصة، أصبحت الفترة عليها طويلة، فلا بد أن تختار المادة الجيدة، المادة التي تستقطب الجميع حتى ينتقلوا وينسوا ظروف مثلا الجلسة الطويلة في البيت. فهي على المعلم ومدرس المادة نفسها، إذا كان متخصص ومتمكن سيتنوع في نقل المعلومة حتى ولو كانت الفروقات الفنية تتفاوت ما بين الأشخاص. الموضوع يعود إلى الموهبة التدريبية في المعلم. طيب يعني وهل يلزم انه يكون عند الواحد يعني يعرف مثلا يعني في الموسيقى ويعرف مثلا يعني النوتات ويعرف يعني سؤالك جميل. هل لازم عندي، لا هل لازم عندي يعني لازم عندي اذن موسيقيه عشان اتعلم على اداه موسيقيه؟ حقيقه احنا نعمل قياسات فنيه لاي منتمي للموسيقى، ولكن صاحب الموهبه يختلف عن الشخص الذي يجتهد في العمل. ففي فروقات تبقى 30% أو 40% تكملها الموهبة، أما بالاجتهاد والمثابرة والتعليم الجيد ستصل بإذن الله تعالى. وأنا مما أشاهده في الكلاسات اللي عندي، يعني يمكن المجموعة اللي عندي الآن 70 أو 80 شخص، متفاوتة الأعمار، متفاوت الفئات، متفاوت القدرات الفنية، متى ما وجدت المعلومة بسم الله ما شاء الله إلى الآن تنافس كبير بين كل الفئات. أكثر الفئات العمرية لاحظت حماسها وإقبالها؟ والله لا أخفيك، احنا كموسيقيين لا ننظر للعمر ابدا، والموسيقى لا تتوقف على عمر شخص. باخ لما كان يدرس بيتهوفن يستمع لبيتهوفن وهو يعزف في اخر الليل في اسفل القصر، فهي لا تقف الموسيقى على عمر معين ابدا ولا على نسبه معينه، لا في عمر ولا في، هو شغف انساني داخلي. طيب ابدا المجموعه عندي كلها لو اقول لك كلها تحت تنافس قوي بشكل يومي وإرسال مقاطع موسيقية بشكل يومي لا تصدق. وأنا أفدتكم يمكن في أكثر من موضوع على هذه الأسئلة من خلال المقاطع اللي وصلت. طيب وبنشوف احنا إن شاء الله بعض المقاطع وحجم أكيد الإقبال يعني، وهي فرصة بالتأكيد العزلة لأن الواحد يكتسب موهبة جديدة أنه يطور قدراته يعني في شتى المجالات، وهذه فرصة مواتية بالتأكيد يمكن ما تتكرر يعني ويستثمر الإنسان. طيب أرجع للدكتور عبد العزيز. دكتور عبد العزيز، الفن التشكيلي عندنا طبعا، خلينا نتكلم الآن بعد يعني تواجد وزارة الثقافة وبعد كذلك الهيئات المختصة يعني التابعة لوزارة الثقافة، وش تتأملون كفنانين تشكيليين أو ماذا يعني تتمنون؟ توجه الدولة حفظها الله، توجه مع رؤية المملكة 2030 اللي أطلق سمو ولي العهد، كانت كلها موجهة وكانت مبشرات لجميع الفنانين في المملكة بشكل عام. مع وزارة الثقافة يعني الملاحظ والمستقر للوضع الحالي الآن الموجود مع وجود الهيئات اللي عرضت، متابعة سمو وزير الثقافة بنفسه، يعني الملاحظ الآن من الفنانين نجد حتى ببعض المبادرات البسيطة اللي تطرح خلال الفترة الماضية في على تويتر أو على غيرها، نشوف يعني مباركة لها من سمو وزير الثقافة ومتابعة دقيقة. هذا يعطينا يعني إحساس بأنه الفترة التشكيلية القادمة اللي احنا نعيشها الآن والقادمة ستكون أجمل بكثير بإذن الله تعالى، خاصة مع وجود الهيئات اللي الآن كل يوم نشوف يعني المبادرة الخاصة فيها، وآخرها يمكن مبادرة بناء الدرعية يمكن كان لها صدى كبير جدا، وغيرها من البنات تتوقع البلد حتكون لها شأن كبير في مجال الفن التشكيلي
انفتحنا على العالم بشكل أكبر وأكبر بإذن الله تعالى. جميل. طيب خليني أنا معي نورة الدوسري، يعني باخذها بعد الفاصل. نورة الدوسري المصممة كروشيه طبعا، قصتها ملهمة لأنها بدأت العمل بهذا المجال بعد إصابتها بالإعاقة، أصبحت فنانة متميزة. بعد الفاصل حتكون معنا إن شاء الله. يا أهلا فيكم من جديد. الفن في العزلة هو موضوع حديثنا، ونستمر في الحديث عنه. وخلوني أرحب بنورة الدوسري مصممة الكروشيه. نورة حياك الله معنا. يا مرحبتين، يا أهلا. يعني نورة، يعني ما شاء الله بدأت بالعمل بالمجال صحيح بعد إصابتك بالإعاقة من صغرك. من صغرك. من أنا صغيرة يعني إصابتي. ما طيب اعطيني قصه الشغف اللي عندك، يعني في هالفن، فن الكروشيه، ووضحي بعد لنا الناس حتى يستوعبونه. قصتي مع الكروشيه اثناء دراستي في الابتدائي، يعني كنت خامس ابتدائي تعلمتها. كانت عندنا معلمه ما اعتقد سوريه او فلسطينيه، ايه، وهي تعمل قدامنا في حصه الفنيه. قلت لها انا حابه اني اشتغل زيك. إيه؟ قالت تقدرين؟ قلت لها اي اقدر. رحت قلت لامي المدرسه عندنا في الفصل تشتغل كذا كذا، امي ما تعرف ايش الشغله دي. شرحت لها، قلت ابغى السناره كذا كذا وارسمها لها. راحت جابت لي السناره، نفس السناره جابتها لي. حلو. نفس اللي اشتغل فيها في المقطع. ما شاء الله. وجابتها لي وفعلا بديتها. اشتغلت اول شيء سلسله، بعدين عمود، بعدين تعلمت اصلح مسكه البريق. ايه. وش اسمه؟ ومنها بديت عاد. يعني جيت وتوقفت فتره لحد ما جيت الجمعيه. ايه. بعدين قالوا لي عندك هوايه، يوم جيت الجمعيه حقت الحركيه حقت الاحتياجات الخاصه. ايه. قالوا عندك هوايه وزي كذا. ولعت عندي لمبه، قلت اي والله ليش ما اقول لهم عندي هوايه الكروشيه. حلو. ف يوم قلت لها قالت ليش ما تنمينها؟ قلت والله من زمان ما اشتغلتها. فسبحان الله صرت اشتغل شوي شوي ارجع الذاكره. الجمعيه دعموك طيب؟ حفزوك؟ هم حفزوني بالكلام. انا نميت نفسي بنفسي، رحت اخذت دورات. بس بالكلام ما 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 حفزوني بالكلام كثير يعني. لكن طيب يعني اغلب الزبائن اللي عندك يعني اجانب صحيح؟ اي اجانب اكيد. ليش الاجانب يحبون هذا الفن الكروشيه والصوف بعد؟ شوف الاجانب يا طويل العمر، عشان اول شيء هم يشتغلونها. ايه. ثاني شيء هم عندهم مناطق البارده يلبسونها. اها. يحبون الشيء هذا يعني. وبعدين ما توقعوا ان المراه السعوديه انها تعمل بيدها يعني والاشياء هذه، لانه أكثريتها يلبسون صناعي. لا، إحنا نعمل يدوي قدامهم، إذا جاءوا نعرض شغلنا قدامهم ما توقعوا إن نسوي الحاجات هذه. بعدين إحنا نهديهم. حلو. إذا جاءوا نهديهم. ممتاز. الملابس هذه. أيوة. طيب أنت أقمتي معارض وشاركتي ظاهر في معارض، لكن ما بعد أقمتي لك معرض خاص صحيح؟ والله شوف المعارض أنا قمت يعني نشارك في معارض. إيه. لكن خاص فيني أنا يطلع العيالين الإيجار غالي، مثلا أتوقع 5 أيام 6 أيام 10,000 ريال يعني. ما أدري أنا أبيع ولا ما أبيع، أحصل لهم المبلغ هذا عشان أسدد؟ لا، أنا ما أبي أغامر على مبلغ، أنا ما أبي أسدد لهم فقط. إيه؟ أبي أنا ربح لي أنا تسديد للمحل. طيب. ما بعد وصلت لهذا. طيب يعني لما قلتي لي انهم دعموك الجمعيه الحركيه بس بالكلام والتحفيز، هذا يدعون تساؤل، وش اللي تتمنينه طيب من الجمعيات المختصه يعني انها تدعم وتحفز غير الكلام يعني؟ يعني مو بلي الدعم انا لي بس بنفسي، لا، عندنا مواهب، احنا ذو الاحتياجات الخاصه مواهب يعني صراحه حسافه انه ما حد دعمهم لحد الان. يعني حسافه انه ما حد دعمهم لحد الان دعم جدي. نبغى أحد يدعمنا مثلا بمحلات، كان نروح مواصلات أي مكان يقولوا لنا روح نروح، أو
موقع مخصص لي سبيشل يعني لي انا ابيع فيه اشتغل فيه. جميل. ولعل هذه يعني انت ترجع توصل رساله ورساله وصل رساله للمجتمع للمجتمع يعني كذلك ويعني وللمسؤولين بعد يعني وحتى يعني ان شاء الله نشوف ودي يعني يعني هيئه يعني ذوي الاعاقه اللي نتمنى ان شاء الله نشوف اثرها قريب وما زلنا نترقب وننتظر ونكون بينها تعاون حتى مثلا مع وزارة الثقافة لأنه فيه يعني من ذوي الإعاقة فنانين عندهم حس فني ومميزين بس يبون دعم ويبون دعم بس كثير يعني وكل ما يحتاجون الدعم يعني إن شاء الله صوتك وصل وإبداعك بحد ذاته هو اللي يترجم يعني هذه المطالب. شكرا لك نور الدوسري مصممة الكروشيه كذلك والصوف. طيب خليني أروح للجوف. الجوف يمكن زميلنا ومراسلنا يزيد السالم معه يعني مجموعة من الفنانين ما بيحرقهم حتى بس نكسب الوقت. يزيد الصوت والصورة معك. مساء الخير زميلي خالد، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. نتواجد في إحدى المنازل الخاصة بمنطقة الجوف ولنتحدث وإياكم بالفنون التشكيلية والخط العربي سويا داخل هذا البيت والعائلة لأبناء فالح الحميص رحمه الله. بالبداية نرحب بالفنان التشكيلي ناصر الحميص. بداية نرحب بك، ودنا تطلعنا وتطلع السادة المشاهدين على أعمالك داخل هذه المنزل وداخل العزلة في منزلكم في الجوف. أول شيء الله يحييكم ويهلا فيكم. هذه عبارة عن أباجورات يعني بواسطة الأعواد الشوي. نعم هذه أعواد الشوي طبعا. الغرض منها طبعا التسلية. الغرض منها التسلية طبعا وتقديم شيء حلو وشيء بسيط. طيب ودنا بس لو تطلعنا يعني بتفاصيل دقيقة عن الأباجورات هذه اللي موجودة ما شاء الله تبارك الله. هل كنت تعملها داخل يعني أثناء هذه الجائحة وأنك استغليت الأزمة وعزلة البيت في المنزل؟ نعم صحيح. أثناء العزل يعني حبيت أني أقدم شيء مفيد وشيء يعني نقضي فيه الوقت ونتسلى فيه. بس ودنا نطلع المشاهد الكريم. لحظة بس بالله دقيقة عشان بس يشوفون نزلها بس بالأرض يعني بس يشوفون الأباجورة اللي هي ما شاء الله تبارك الله من صنع هذا الرجال اللي قاعد يشتغل لنا ما شاء الله تبارك الله بشيء مرتب وشيء يعني ما شاء الله تبارك الله. أفكار بسيطة نقدمها عبر برنامجكم لعل يعني في أحد يتبناها ويطورها. صحيح. أنا ترى ببلشك الحين أطلع كل اللي هنا. الله يحييك. ودنا بس يعني تتكلم لنا يعني هل لديك موهبة أخرى غير هذه الموهبة وهل أنك استغليتها يعني مشروع خاص تجاري لك أنت يعني شخصيا؟ لا والله ما الحقيقة كتجارة ما سبق أننا استغلينا. في أعمال أخرى فخاريات برضو أباجورات فخاريات عن طريق تخزيقها بالدرج. من خلال يعني جلستكم في البيت هل يتم يعني مثلا طرح افكار للفنون التشكيليه سواء خط العربي عند اخونا فريد ولا مثلا عن الاباجورات او مثلا النحت او الاشياء اللي يعني تخص الفنون التشكيليه؟ والله الافكار كثيره لكن احيانا يعني ما يساعدنا الوقت ولا الافكار كثيره. يعطيك العافيه. الله يعافيك. نتواصل وإياكم بس عن طريق مع أخونا فريد. بس بداية نرحب بك عبر برنامج كلنا مسؤول. فريد من أصحاب والمهتمين بالخط العربي ومعلم لغة عربية في منطقة الجوف. بداية ودنا تطلعنا عن أعمالك داخل المنزل في أثناء العزلة. الله يحييكم جميعا ومنورين البيت. أول شيء احنا خطينا لكم حياكم الله وأهلا وسهلا. طبعا عن طريق نستخدم او نستغل الوقت في المنزل اللي هو نعمل دورات الخط العربي هنا المنزل عن طريق مواقع التواصل. بعض النصائح في استخدام الاقلام الخط او قص اقلام الخط عن طريق الخيزران الطبيعي هذا.
هو كيف أتحكم بالوقت، يعني لأن الوقت يتحكم بالشخص. فهنا خطينا كلنا مسؤول في جميع الخطوط، يعني في جميع الخطوط وجميع الأصوات كلنا مسؤول. جميل، أبيك توريني يزيد، وريك توريني كلنا مسؤول. هذا خط النسخ، بس يبغانا نسخ ونطلع المشاهد عن كلنا مسؤول. بس هذه هي كلنا مسؤول في خط النسخ. هذا الخط الفارسي، هنا خط الديواني حياكم الله، وبرضه هنا خط الديواني، هنا خط الرقعة وخط الثلث. جميع الخطوط نقول كلنا مسؤول، وكلنا مسؤول، كلنا مسؤول عن أيضا هوايته، مسؤول عن العلم اللي قدمه للآخرين عن طريق مواقع التواصل. جميل. خاصة الآن هو زمن التوثيق يعني. بس في وحدة، في حاجة في هنا قبل شوي كنا نتكلم هويني اللي هي الخالد يزيد. ويدي بس يزيد سم، يعني سم أخوي خالد، سم خالد. أبيك تأخذ بس اللي كاتبه برنامج كلنا مسؤول، يعني وخذ له سكنة ورسلها لنا، يعني ما شاء الله. وبي يعني أنا عارف عندنا مواهب كثيرة ما شاء الله، بالخط، قبل شوي يمكن بالعمل بالعمل بالحصير. نقول لهم الشكر، وأنا أعرف إن في مواهب كثيرة عندنا وفنانين. أشكر كل فنان مميز قاعد يقدم دورات أونلاين حتى ينشر يعني زكاة المعرفة اللي عنده والفن اللي عنده. حقيقة مجموعة من الفنانين التشكيليين والفنانين والموسيقيين وغيرهم قاعدين يقدمون دورات أونلاين، وهذه بحق ذاتها وتطوعا، يعني كثير منهم بلا مقابل بقدر ما هم ينشرون الفن. لما تنتشر الحركة الفنية عندنا بالبلد بالتأكيد سيكون لها أثر إيجابي ويجزء من هويتنا. شكرا لك يا زيد السالم، مراسلنا من الجوف مع ضيوفك الفنان فريد المحيميس، وكذلك والخطاط، وكذلك ناصر المحيميس. اخوان بس ما شاء الله مبدعين. طيب ضيوفي ما زالوا معي، يعني منى موضوع الخزف، البعض يقول من يعني التحديات في موضوع فن الخزف انه تحف يعني الخزفيه الاقبال عليها تمام، يعني ربما محدود بشريحه معينه ودائما اسعارها غاليه. هل هذا قد يكون من الاشياء اللي خلتها يمكن ما يكون في انتشار كبير؟ شوف، هو الخزف بالذات مراحله طويله، لانه هو انت تشكل الشكل بعدين ينشا يجف، يعني بعدين تدخله فرن يرجع تلونه وتدخله فرن ثاني، فالمراحل طويله ما هي سهله. مثلا زي يعني في مراحل زي البزيتي، بس انه الخزف مراحله طويله، فعشان كده السعر حقه شويه يغلى. اللي ساعدني في العزله انا حقتي انه انا عندي استوديو فيه له فرن. طيب فاهم كيف؟ فعشان كده انا بشتغل، يعني انا سبحان الله لما جيت فتحت في حسابي في الانستغرام، كيف يعني ليش الدافع الوحيد اللي خلاني بالفعل انه عندي فرن خاص، لا اودي مثلا مكان احرق فيه او يعني، لا كل شيء عندي موجود الحمد لله، الالوان موجوده، الاكاسيد. انا في الدراسه، مرحله الدراسه، اللهم الطين اللي هو كنت يعني اخذه اونلاين وصلوا لنا، هو عالم الهوايات صراحه للبيت، فمره كان شيء عامل حلو لي انه صراحه تواجد الطين يعني عندي. فالحمد لله يعني انتجت هذا الانتاج انا في هذه الفتره، لان شوف انا اللي بشتغل في الموقع اللي عملته الحساب هذا الشخص الاخر حق المنتجات، هذا بالنسبه لي هوايه غير خزفي اللي هو كفن ما شاء الله، يعني فنان تشكيليه في اشياء معينه، بس مارست هوايتي في الخزف مو فني، هوايه يعني. يعني لو تشوف الاشياء معروضه حقت اشياء البنات دي الكرافت البريتات حقت الالوان هذه، يعني انا من زمان كان نفسي اشتغلها، بس مع الدراسه مع الافكار الجديده مع المعاصره والفنون عندنا الخزف بيتطور شغلني عن الهوايه دي. فسبحان الله لقيت وقت هذه الفتره في العزل بالفعل قدرت اعمل لي حساب واقدر اني اشتغل فيه وحققت فيه دورات باذن الله على الخزف كله، على الخزف وبعد يعني انا دحين في شراكه مع كذا مركز اساس باذن الله نقدم دورات، وحتى باسعار رمزيه، وحتى انه ممكن يوصل لهم الطين والاشياء الادوات حق تنسى الخزف على اساس انه نكون متواصلين كله بالاونلاين. فمره حلو، كثير ترى رغبوا في هذه الفتره بانهم يتجهوا للخزف، لانه الطين يعني لي ما ادري لي كاركتر خاص لما الواحد يشتغل فيه، غير يعني الرسم والاشياء الثانيه ما ادري، ممكن عشان انا خزافه يعني بحس بالاحساس. جميل، يعني وبتكلم معك حتى موضوع التحف يعني زخرفي، يعني في العالم اسعارها يعني ربما عاليه، وعندنا عالية. وعندنا متفاوته اسعارها، بس بعد الفاصل القصير ونرجع.
يا أهلا فيكم من جديد. نتابع حلقتنا اللي خصصناها اليوم عن الفن في العزلة، وجد ترحيبي بضيوفي الدكتور عبد العزيز الدقيل الفنان التشكيلي، وكذلك الفنان يحيى مساوى العازف والمدرب الموسيقي، والفنانة الأستاذة منى السنبل المختصة في مجال الخزف الإسلامي والمعاصر. خليني أروح يحيى يعني خليني أتكلم بس عن فلسفة الموسيقى. كيف يمكن يعني احنا خلينا احنا نقول في الحجر وفي العزل المنزلي قد يتململ الأحيان الواحد ويبحث عن اشياء تصنع ايجابيه عنده، يشوف افلام، يقرا، يتواصل، لكن الموسيقى بحد ذاتها كيف تصنع الايجابيه عند الشخص؟ كيف تنعكس على شخصيه عاشق الموسيقى؟ ممتاز. حقيقه الجائحه هذه أتت إلينا لترتيب الأوراق. حقيقة كل شخص لديه ترتيب كثير من الأوراق ومن الأمور، سواء الفن التشكيلي أو الفن المسرحي أو ما إلى، فأكيد أنها طورت أشياء كثيرة من الجانب الفني، منها الجانب الموسيقي. الجانب الموسيقي حقيقة الكثير لديه الشغف ولكن لا يجد الوقت، لكن مع هذه الجائحة أنا متأكد أن مجموعة كبيرة تنمت لديها الموهبة والقدرة الفنية بأعلى مستوى كبير جدا، لأنها ملجأ حقيقة لتفريق ما في الدواخل النفسية. الموسيقى بين قوسين هي تعبير عن ما بداخلك يا إنسان، كلها شعور وأحاسيس تظهر على الموسيقى، فأكيد أنها جزء رئيسي من 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 إيصال وتفريغ الشحنة المهارية الفنية لدى كل شخص يعني متمرس بالموسيقى. طيب في الآونة الأخيرة بشفنا نشوف عندنا معاهد موسيقية لتعليم الموسيقى، ويعني دخل القطاع الخاص وإن كانت بخجل، لكن على أقل تقدير أول ما كان عندنا على الأقل بدينا نشوفها الآن، ولكن البعض يعني يقول يعني الأسعار مبالغ فيها في الدورات تقدم، وهذه بحد ذاتها تصير حجر عثرة بينهم وبينهم يكتسبون الموهبة، خاصة لمن لديه شغف. ما شاء الله، سؤال جميل جدا، الله يحفظك طول بعمرك. أولا شعار ثقف اللي أنشئ من جمعية ومتابع من وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، ومتابع من الجمعية الثقافية العربية السعودية، أسست هذا المعهد ثقف. الهدف الأساسي هو اكتشاف الموهبة وتنميتها بالتدريب. حقيقة لا أخفيك، لما انضممت لهذا المعهد عملت أكاديمية على أعلى مستوى، ودمجنا ما بين المدارس الغربية والمدارس العربية الشرقية، فعملنا توليفة مناهج جميلة جدا ومنقحة ومبسطة وفي يعني متناول شرائح المجتمع، وبفضل من الله آلت نتائجها بشكل كبير ومبهر جدا. أما بالنسبة للرسوم حقيقة لا أخفيك، يعني أنت تلاحظ الآن أغلب المجموعات اللي عندي أنا، لو تأتي إن شاء الله أنك راح تكونوا عندنا زيارة وراح تشوفوا المعهد، أغلب المجموعة اللي عندي هم طالبين بعثات خارجية موسيقى خارج المملكة. حقيقة هم من أعدهم أنا وعد في المعهد سيقطعون 70% مما سيأخذوا في البعثة الخارجية لدينا إحنا في معهد ثقف. أما بالنسبة للرسوم فالرسوم والله من يعني أقل معهد في الخليج يعتبر معهد ثقف. طيب. وهناك رسوم مجانية وهناك جوائز مجانية وهناك يعني أحيانا أنا عامل دورات ثلاث دورات، كل دورة 6 شهور، يعني أنت بتدرس عندي سنة ونص، بس إحنا نهدف من المعهد أن نخرج مدربين موسيقيين على أقوى مستوى. طيب خليني أقول لك مثلا يعني أبغى أتعلم على آلة موسيقية وحابة أتعلم عليها، كم تتوقع أحتاج من الوقت حتى على الأقل يعني أتقن بس الأساسيات؟ أنا أتمنى دائما الذي يحضر لدي ليس لديه شيء في الموسيقى، يعني أعطيك مقارنة، أنا حضروا إلي ناس يعني قالوا سمعنا عن معهد وجينا وما نعرف شيء، الآن والله في التطبيق العملي أنهم هم الأفضل من الناس اللي لهم 10 أو 15 سنة، تخيل، لأن هذا أسس بطريقة علمية موسيقية وهذا عن طريق الاستماع والإجتهاد فقط. شوف الفرق فين؟ طيب وانا انا ابغى بس اجرب معاك، ابغى اتعلم البيانو، يعني انا احب البيانو فلعلي اتعلم معاك ان شاء الله، نشوف يعني وش طريقه التكنيك واللي تقومون فيه ان شاء الله باذن الله. طلعي انتم قناه السعوديه دائما ما تاتون لنا بالاجمل والافضل، الله يعطيكم العافيه باذن الله ان شاء الله. الدكتور عبد العزيز الدقيل، يعني الاطفال يمكن اكثر من افراد العائله المتاثرين بالازمه، كونهم اعتادوا على اللعب واللهو والالتقاء يعني بأصحابهم، لكن بقائهم في المنازل يعني ما دور الأسرة يمكن في تفريغ طاقاتهم مثلا
بالرسم، بالرسم يعني على سبيل المثال. نعم، طبعا الكل يحتاج لقضية الممارسة وتفريغ طاقته من خلال الفن بلا استثناء، سواء صغير أو كبير، جميع الفئات. ممارسة الفن مثل ما ذكر ضيوفك الأعزاء هم شيء رغبة داخلية تخفف من تخفيف الضغوط، تنفيذ، تعبير عن المشاعر بشكل كبير. نجي عند الأطفال واللي عادة تعودوا على الانطلاق إلى مساحات أكبر، سواء بالمدارس، الحدائق، خروجهم للشواطئ، بالعاده في لحظه من اللحظات كل هذه الامور تقفل ويجلسون في البيت او بين مجموعه، حتى لو وفرت داخل البيت مجموعه من المناشط لا يزال الطفل يرغب بالمزيد في هذا المجال. دور الاسره عليها دور كبير جدا في قضيه ممارسه الفنون من خلال الرسم. انا ما احب يعني احصر قضيه الفن في الرسم فقط، صحيح، لانه الفن هو ممارسه اعمال فنيه كبيره، يعني مثل ما شفت الخزف، الطين، اعمال الخشب، النسيج، الطباعه، كثير من الاعمال اللي ممكن يتمارس، لذلك لا نحصرها في مجال الرسم. على الاسره او قبل كل شيء تفهم دور الطفل في قضيه الرسم. غالبا الطفل لما يرسم او يعبر عن مشاعره بتلقائيه، اذا كان ما وجد تشجيع سينحصر ويخشى النقد مباشره. فاحنا نترك الحريه للطفل، يعني لما اعطي مثلا ممارسه الرسم ونترك له الاوراق الرسم ويشتغل عليها ويبدا، اول شيء التشجيع للطفل، لانه الطفل عاده يقال رسوماته برسومات الكبار، دائما يقول رسمتي هذه ما تشبه، وهذا اللي دائما ما يتراجع عن الرسم، لان رسومات الاطفال لها خصائص مميزه ويعرف الدارسين في هذا المجال. ثم بعد ذلك عندما يفرغ مجرد رسم الطفل وممارسته للاعمال الفنيه هي تساعد على تخفيف الضغوط من غير لا يشعر. طيب نعم، نشوف احيانا بعض الاطفال يقوم بالرسم على الجدران، يعني تلقى امه تطقه ولا ابوه يطقه تمامه خرب الجدار. هل هذا السلوك عند الطفل سلوك فيه مشاغبه ويعني منه، ولا قد يعطيني انطباع عنده احساس او عنده مثلا شيء يمكن انا اوجهه فيه مثلا؟ بالضبط، هو غالبا ان نجد هذا السلوك عند الاطفال ويتاذى الاطفال، خاصه مما لا يعني يتاذى الاسر انه ايش يسوي فيه، احيانا يكون على الرسم على الجدران او الارضيه. طيب انا ليش ما اترك له هذه المساحه؟ اذا كان انا رايت الطفل عندي اجيب له مساحات كبيره من الاوراق وخليه يشتغل عليها. يعني كراسه الرسم الان عندنا من احجام A4 او اقل والى 50x70 واكبر من ذلك، فأنا ليش ما أترك له الفرصة؟ هذا بالعكس، هذا مؤشر على أن طفلك قادر على أنه يعني يرسم، لديه شغف أنه يتعامل مع الخط ويمسك القلم. هذه لو منعته أو قدمت يعني نهرته في هذا المجال أكيد أنه ما راح يتطور في هذا المجال. جميل. فهذا الشغف بالعكس احنا نوجه بطريقة إيجابية، نجيب له رسمات، نجيب له أعمال، نقول اشتغل عليها. هذا المكان دائما السلوك بدايته يكون صعب، كل سلوك يمارسه الطفل سواء في الرسم أو غيره يكون صعب، لكن لو نوجه توجيه إيجابي وضعنا له كراسة نقول له هذا المكان المفروض أن الواحد يرسم فيه من خلاله فرغ طاقتك، من خلاله خفف من الضغوط اللي عندك. طيب أروح دكتور منى، بس التساؤل اللي كان قبل فاصل سألتك عنه، أنه العمل الخزفية تلقينا في العالم أسعارها غالية، عندنا أسعارها متفاوتة يعني ومختلفة، ليش هذا التباين؟ وهل فن تفضلي معروف انه طبعا الخزف ليه غالي شويه؟ لانه يدوي، الشغل كله يدوي فيه. دحين لما المصانع اللي طلعت اللي هي صارت كوبي وصاروا يعملوا في قوالب ليها، صارت قل السعر عندها، بس اول ليه كانت غاليه؟ والى الان في قطع غاليه، لانه حتى الرسم نفسه حيكون باليد. تخيل تترسم الرسم على نفس الفازه كلها باليد، تخيل مثلا الطلاءات الموجوده عليها فيها تذهيب. في كانت فترة الدولة العباسية كان طلعوا اللي هي تقنية الأبريق المعدني، هاي التقنية كانت مخصوصة عندهم وكانت ليها يعني، عشان كده لو تلاقي قطعة نادرة في المتاحف موجودة يحطوا لك هي في صندوق قزاز، لأنها يعني كانت التقنية اللي استخدمت فيها غير متواجدة الآن. طيب هل 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 التقنية يمكن يعني أنا ما أقول قد يعني تختصر الوقت والشغل باليد عن طريق مثلا طباعة ثلاثية الأبعاد أو غيرها من التقنيات اللي ممكن تستخدم؟ هو اللي حدث دحين، ايش ليش دحين سميناها خزف معاصر؟ الخزف المعاصر اللي تطور موجوده التقنيات اللي زي ما قلت عليها، اللي هي 3D برينتنج، هذه اللي اوجدت طبعا يعني تتكرر كثير القوالب، هذه كلها اوجدت لان نحن عصر سرعه صراحه، فلابد انه يوجد بديل.
والحمد لله توجد البديل موجوده وسعر الاسعار زي ما قلت فاتن نزل سعر القطع غير قديما، بس اذا وجدت قطعه قديمه حيكون سعرها ما زال عالي. طيب واذا في بعض القطع لو طبقت الى الان باليدوي حتصير سعرها عالي. طيب انا يعني الاطلاعات الموجوده غاليه. طيب اخيرا ما الذي تمنينه والرساله توصلينها يعني الى وزاره الثقافه الى الجهات المعنيه لاجل دعم هذا الفن؟ يعني انا شاكره انه وجود في دحين حيكون بناء للدرعيه زي ما قال استاذنا، واتمنى برضه يكون في بناء للخزف، يعني بناء للخزف جدا في العالم قليل، فاتمنى يعني هم توجهوا لبناء للدرعيه هذه اللي يجمع جميع الفنون. في دائما بناليات للخزف مخصوصه، فنتمنى يكون لنا برضه هذا الشيء ان شاء الله، يعني نتمنى يوصل صوته باذن الله. وخاصه عندنا الان مع يمكن ادخال الفن في 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 تجميل المدن، يمكن هذا من ضمن الاشياء اللي قاعدين نعمل عليها كجمال بصري، نشوف منحوتات، نشوف الرؤيه ونشوف لوحات صحيح، وعلى الطرق مثلا نشوف يعني اشياء لها علاقه بالفن. انا اتوقع هذه الاشياء الجميله تعطينا جمال بصري. اروح اروح لاخوي يحيى اخيرا، نريد يعني الموسيقى احنا نشوف فيه اهتمام فيها، وعندنا يمكن حديثنا راح تدخل كمناهج حتى في المرحله الابتدائيه، تاثيرها بجيل فعلا يحب الموسيقى واثرها على المجتمع يعني بشكل عام. والله لا اخفيك، انت قلت في البدايه في مقدمه الحلقه، هناك مواهب، هناك مواهب جدا 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 مبدعة داخل هذا الوطن، ستتفجر مع الرؤية وسترون إن شاء الله الموسيقى والفن وجميع الفنون ستتغير بإذن الله حسب هذه الرؤية الجميلة التي نحن نعمل وفق هذه الرؤية والتطلعات الجميلة إن شاء الله، خاصة الجوانب اللي فيها مهارية، ونركز على الفئة صراحة العمرية اللي كالأطفال نركز عليها كثير جدا. جميل دكتور، لأن هناك مستقبل كبير ينتظر هذه الفئة التي وجدت الفرصة الآن في متناول اليد. حقيقة هناك فرص جميلة جدا الآن والمواهب موجودة، وإن شاء الله أن نوفق بإذن الله تعالى. جميل دكتور عبد العزيز، رسالة منك أخيرة. الرسالة اللي أوجهها لجميع المشاهدين الاستفادة من هذه الجائحة وهذا العزلة اللي كانت علينا إجبارية، بخروج بنتائج وأهداف إيجابية للجميع في جميع المجالات سواء في الفن أو غيرها، لأنه بعد فترة إن شاء الله تعالى ستزاح هذه الغمة قريبا، وسيراجع كل منا ماذا قدم خلال الفترة الماضية، فمن قدم شيء جميل وإيجابي خلال الفترة سيكون له سعادة مضاعفة، واللي ما استثمر هذا الوقت بشكل جيد بيكون عنده مشكلة. وأنا في هذا المجال قد يكون عندنا حالات تخرج بعد انتهاء الجائحة تحتاج إلى علاج بالفن، يعني من حالات الاكتئاب اللي قد تصاب منها مجموعة من الأشخاص أو الوسواس أو الخوف. قد تخرج نتائج في المستقبل بعد زوال الجائحة تحتاج إلى يعني جلسات علاجية بالفن وبشكل عام. شكرا، شكرا لك جزيلا دكتور عزيز الدقيل الفنان التشكيلي، شكرا كذلك للمدرب الموسيقي يحيى مساوى، كذلك الشكر للفنانه الاستاذه منى سنبل المتخصصه في مجال الخزف الاسلامي والخزف المعاصر، وان شاء الله تاخذين دكتوراه عن قريب ان شاء الله ونشوف لك بعد بصماتك. شكرا لكم جميعا. في بس نصيحه للجميع، استثمروا منصه دروب ومنصه اثرائي، هذه دورات بالاونلاين وعليها شهادات معتمده وتستفيدون منها ومجانيه، لا تفوتكم، كلها ساعات تتابع وتمام وتاخذ الدوره خلال يعني الشهاده خلال ساعتين وثلاث، تفيدك حتى بعدين في المجال الوظيفي في امان الله.